لمزيد من التحليل أيضا بنضم إلينا من عمان سيادة الفريق دكتور قاصد محمود نائب رئيس هيئة الأركان بالجيش الأردني. أرحب بك معالي الفريق عبر منتصف النهار. ويعني هناك كما تحدثت مع ضيف الكريم سابقا هي حالة من الغليان الداخلي، وهو تحدث عن فكرة أنه جالنت هو الصندوق الأسود لهذه الحرب. هل بتعتقد من وجهة نظرك العسكرية أن يضحي به نتنياهو من السفينة في هذا التوقيت ويعني يستدعي جدعون ساعر بديلا له في الوقت القريب؟ مساء الخير سينور. لك وللمشاهدين. شوف، نتنياهو يعني ثعلب سياسي كل معنى الكلمة، أعتقد يتلاعب بالجميع، والمصلحة النهائية هي مصلحته الشخصية. يستطيع أن يستغني عن جالنت إذا استطاع، طب إذا تمكن من ذلك وهذا صعب جداً. أما جدعون فهو حقيقة ساعد مطلوب حقيقة كاحتياط وسيلة ضغط على جالنت نفسه، لأنه قيمة جالنت السياسية الداخلية في الليكود أن يخرج من الليكود ويخرج معاه 4-5 أعضاء فيؤثر على الحكومة. جدعون طبعا من الليكود أصلا، فإذا عاد يعني يعبي هذا الفراغ. لكن أعتقد المشهد السياسي هو مشهد معقد جدا. بن غفير وسموتريتش يضغطوا على نتنياهو للذهاب إلى حرب برية كبيرة في لبنان وحتى توسيع الحرب في غزة. الوضع العسكري، الجيش يعني يشكو من التعب والإعياء القتال، وبالتالي لا يستطيع أن يذهب إلى جبهات مفتوحة وحروب غير معروفة الآفاق والأمد. الوزير الدفاع حقيقة برضو يعني واضح أنه منحاز تماما إلى التدرج والتصعيد التدريجي في الشمال وليس إلى حرب مفتوحة كبيرة مرة واحدة، خصوصا أن وضع الجيش في هذا الوقت لا يساعد. وأيضا الحليف الأمريكي الأقوى والذي تعتقد إسرائيل أنه هو من سيقف إلى جانب الحرب لا يزال ضد هذا التوجه العسكري الإسرائيلي. وجالنت معروف أنه هو الأقرب إلى الفكر الأمريكي، حتى بالاتصالات مع الأمريكان هو الأكثر قبولا من للإدارة الأمريكية الحالية بعد هذا العناد الذي حقيقة أظهره نتنياهو. ثم الأهم من ذلك حقيقة الوضع العسكري في إسرائيل، الوضع العسكري ليس في أحسن حالاته، ولا يتحمل أيضا ضربة أخرى بأن يقال وزير الدفاع أثناء الحرب، خصوصا أن هناك الغالبية سواء كان رئيس الأركان نفسه أو القادة الرئيسيين، قد يكون بعض القادة مثل القادة المنطقة الشمالية على حقيقة هم أقرب كثيرا إلى جالنت من نتنياهو والمتطرفين اليمينيين الآخرين الذين يعتقدوا أنهم ليس لديهم رؤى استراتيجية تخدم المشروع الصهيوني بشكل أو بآخر، بل هم يذهبوا إلى أجندات يمينية متطرفة عنصرية أقرب إلى مصالحهم الشخصية ومصالح حزابهم الضيقة. فبالتالي هذه الرؤية موجودة. ثم الحال الإسرائيلي بشكل عام، الوضع الاجتماعي الإسرائيلي، الوضع الاقتصادي الإسرائيلي، أعتقد يعني ستكون هناك مغامرة كبيرة، خصوصا نتنياهو جرب مع جالنت قبل سنة، أعتقد ضيفكم تحدث عن ذلك وفشل بسبب الشارع وضغط الشارع. فأعتقد نتنياهو يريد أن يملص، يتخلص أولا من ضغوطات بن غفير وسموتريتش، وهذا الحكي يحقق ذلك. أيضا يريد أن يستخدم ورقة ضغط سواء كان على جالنت أو على جدعون أو على ساعر أو حتى على الأمريكان أنفسهم برضو من خلال هذا التلاعب السياسي، لأنه لا يزال نتنياهو يريد أن يهرب باستحقاقات أي صفقة يريدها الأمريكان في الوقت الحاضر، والذي لا يزال الأمريكان مع الحلفاء العرب يريدون أن يضغطوا بهذا الاتجاه، لكن هو يتملص باستخدام هذه الأشكال من الضغوطات الداخلية. ثم أيضا أن نتنياهو لا يزال بحاجة إلى وقت طويل للحرب تخدم ترامب وحملة ترامب الانتخابية، الذي يعتقد نتنياهو أنه هو الحليف الأقوى له والذي سيحقق له أكثر مطالب من الإدارة الحالية. يعني قبل العودة إلى موضوع الانتخابات، لأنه نقطة مهمة موضوع الانتخابات، يعني لا أعتقد يعني بما ذكرت كان هناك محاولة قبل عام ونصف، وضيفي ذكر أيضا لإقالة جالنت ولم يستطيع، وساعر ليس هو المرشح الأمثل، لأنه هو صحيح كان وزير التربية والتعليم، كان وزيرا للعدل، لكن ليست لديه خبرة عسكرية فلن يلقي ترحيبا لا في الشق العسكري ولا حتى في الشق الشعبوي بالنسبة لثقة الشارع في قدراته العسكرية. هذا التغيير هو ذكرت سيادة الفريق بأنه نوع من التلاعب، هذا التلاعب ما الهدف منه؟ هل الهدف منه موقف جالنت من الحريديم، أم الهدف منه الضغط أكثر عليه من أجل توسيع هذه الحرب الدائرة في الجبهة اللبنانية؟ هو يتلاعب بالجميع نتنياهو حتى يخرج هو بأقل الخسائر،
اولا يكسب وقت اطول لامد الحرب، وهذا مطلوب جدا، ويخدم الامريكان خاصه ترامب، ثم انه يتخلص من الضغوطات الامريكيه وضغوطات بين كفير وسموتريش، لانه حقيقه ساعد بغض النظر عن خلفيته العسكريه او خلفيته الدفاعيه، لكن يمتلك عدد من المقاعد، فبالتالي يعوض نقص اذا ما قرر احدهم بين كفير او سموتريش انه يغادر حكومه، ساعد يعوض النقص، وبالتالي يريد ذلك نوع من الضغط على بين كفير ايضا، فبالتالي هو هي اعتقد مره اخرى هي يعني تلاعب سياسي واضح، لكن لا، المشهد العسكري في الشمال لا يوجد خلاف جوهري بين الجميع حقيقة. قالت ليس ضد الحرب في الشمال، قالت أكثر المتشجعين للحرب مع حزب الله من الشهر الأول للحرب للطوفان الأقصى، لكن قالت صحيح ولكنه غير مستعد، هو غير مستعد الآن. في ثلاث عوامل مهمات، أولا حال الجيش الإسرائيلي وإمكانية أن يستمر بحرب طويلة الأمد حقيقة، ثم الصفقة التي يراهن قالت على أن تأتي الضغوط الأمريكية بنتيجة وفعلا يحرر الأسرى، وهذه جالنت عم بكسب فيها شعبية ممتازة حقيقة في إسرائيل، ثم التقارب مع الأمريكان أيضا، جالنت يريد أن يبقى الرجل الأقرب والأول عند الأمريكان، فبالتالي جالنت له مصالح، ونتنياهو أيضا يحاول أن يحارب هذه المصالح. طب سيادة الفريق، نعم سيادة الفريق، بتتحدث عن مصالح جالنت ونتنياهو من الأمريكان، عاملة توقيت واقتراب يعني الانتخابات أو الاستحقاق الانتخابي يعني على الأبواب، فبالتالي حكومة بايدن الآن هي حكومة أيدي مرتعشة لن تتخذ أي قرارات سواء سلبا أو إيجابا، هل بتعتقد بأن هذا هو توقيت جيد لنتنياهو ليفعل ما يفعل دون أن يحاسبه أحد من الجانب الأمريكي، أم بتعتقد أنه سيظل مكبل الأيدي حتى يعتلي رئاسة أمريكا رئيس جديد؟ طبعا نتنياهو يراهن على نقطتين، النقطة الأولى الحالة الأمريكية الحالية اللحظية، حالة انتخابات وإدارة ضعيفة والقادم بنسمهم هو النجاح في الانتخابات، ثم أنه يراهن على أن المشروع الصهيوني التي تقود إسرائيل أو رأس حربة إسرائيل في المنطقة مشروع مهم جدا، والأمريكان لن يتخلوا عنه بغض النظر عن من يقود إسرائيل، لكن مرة أخرى يريد أن يهرب من استحقاقات الصفقة، هذا وارد جدا، ثم يريد أن يبقى الحرب قائمة، وهذا أيضا في عمق تفكيره، هذا سيعطي فرصة أطول حقيقة للوصول لنتائج الانتخابات الأمريكية، ثم أيضا سيحقق شعبية أكثر إسرائيليا، ويحاول أن يقتنص أي فرصة من فرص النصر أو صور النصر التي يمكن أن تخلصه من أن يكون يعني نهايته السياسية بعد هذه الحرب، فبالتالي هناك الكثير من العوامل، لكن مرة أخرى أعتقد في إجماع صهيوني إجماع إسرائيلي بين الجميع أنه يجب أن توجه ضربات إلى حزب الله ترى، لكن التوقيت الآن غير مناسب، لأنه أيضا الكثير من الإسرائيليين يريدون صفقة الأسرى أولا والوصول إلى هدنة أو وقف حرب، ثم تاليا تأتي عملية، وهذا طبعا ستؤدي إلى إعادة المستوطنين إلى الشمال، وستعطي متنفس للجيش أن يستعيد أنفاسه ويستعيد ثقته بنفسه ويستعيد استعداداته ويكون بحالة أقوى، وفي جولات قادمة ممكن أن نقضي على حماس نهائيا ونقضي على حزب الله أو نزيحه إلى شمال الليطاني، كل هذا موجود، بس مرة أخرى نعم. يجب أن نتذكر نعم. هناك عوامل عملياتية يعني واضح من نعم وعامل الحوثيين الآن صحيح. اللي دخل على الخط بشكل قوي جدا سيادة الفريق يعني بالفكر الإسرائيلي صحيح. ماذا يستطيع أن يعمل إذا ما توسع الحرب في لبنان نعم. أن جالنت سيفوز وتكون التوسع في الشمال أو التصعيد في الشمال ولكن نعم سيادة الفريق شئنا أم أبينا هي حالة من التخبط، تخبط سياسي وتخبط عسكري، وهذا التخبط بسبب الفشل في الوصول لأهداف النصر المزعوم الذي تحدث عنه نتنياهو في بداية هذه الحرب. بشكرك دكتور قاصد الفريق دكتور قاصد محمود نائب رئيس هيئة الأركان بالجيش الأردني السابق، كنت معنا من عمان.